نهار اسود. يا حرام عشان تحرق عليكي انت. ده وقع وقع نهار غني، محدش يمد ايده، احنا اللي هنكسره. هو انت ادوله يا عيني. الله ضرب يا جدعان. يا حرام كان هيموت في ايد فتيس. مسكتوا الفار. يا نافوخي، هما ضربوني بايه؟ مش قلت لك بلاش. اصل عمي راجل محافظ قوي، والنبي ان مفيش رجاله تدخل الفيلا. عمك؟ ده لو عمها عارف الحكايه دي هيت هيقلب الدنيا. هو هتبقى فضيحه في العيله. سنة. احنا لازم نسلمه للبوليس. انا هروح اطلب النبي. ملوش لزوم، البوليس مش هيقدر يعمل حاجه. ليه؟ جعيص يعني؟ احنا دلوقتي فيه سياده القانون، والله ما يكون مين ده يبقى صاحب الفيلا دي. ان شاء الله اكون صاحب الهرم الاكبر، وبالتالي الانسان عضو في التعدي الاشتراكي يبقى. بتقول مين؟ بقول يبقى صاحب الفيلا دي. ربنا يوفقه. اصلا انت مش فاهم اصلا. هنخرج من هنا نروح فين يا بيزا؟ لسه هندور تاني بعد ما استقرينا خلاص وابتدينا نذاكر. الله، اظن واضح كان بيأجلنا الفيلا دي ليه؟ مش ممكن نقعد فيها بعد كده يا حبيبتي. ما يقدرش يطردنا، احنا ماضيين معاه عقود نخرم بيها عينه. نرفع عليه قضيه ونشحططه في المحاكم. جماعه المساله مش مساله حق قانوني، المساله مساله كرامه. الله، ازاي تقبلوا تعيشوا في بيت واحد مع راجل غريب؟ على مالك على مهلك على مهلك على مهلك. خليك جامد امار. ايوه بيه. ارجوكم تسمعوني قبل ما تتخذوا اي قرار. اولا انا اللي قلت العلوان، ما يقولكمش ان انا ساكن جنبيكم علشان ما ترفضوش الاوض الجميله اللي جهزناكم. ثانيا سبب دخولي عندكم امبارح بالليل اني كنت نسيت حاجات واوراق مهمه لما جيت نقلت. ثالثا لازم تعتبروا الفيلا دي بتاعتكم انتوا مش بتاعتي انا. بس ارجوكوا اسمحوا لي اقعد في اوضتي كام يوم لغايه ما اخف. ولغايه ما الاقي سكن تاني علشان تخلصوا من وشي خالص. بعد الشر عليك. العبوري حلوان سندني حلوان. يا حرام، شو هالزلم الادم، منتهى الاخلاق. يا سلام، ضحك عليكم كلب عليكم حلاوه. بالعكس، ده هيسيب لنا الدنيا وماشي. لا، هو ما يمشيش لان ده ملكه، احنا اللي لازم نمشي، وده قراري الاخير للعلم. منصوع. انا عندي اقتراح. مرفوض. نسيب الفيلا. ايوه كده. بس اما نلاقي حته تسكن في مكان تاني. يعني هنفضل هنا مؤقتا. بس ايه، خدوا بالكم لان الوضع دلوقتي متغير. ده الفيلا فيها رجاله. رجاله؟ هما فين دول الرجال؟ احنا مش احنا. احنا هم يا رجاله في الفيلا تبقى فضيحه. بسيطة ولو، على شو خايفين؟ كل وحدة منكم تقفل باب اوضتها عليا من جوا. انت فاهم حكاية ولو جوا؟
بتقول كل باب يسكر على الحنة احنا من جوة. يا دلي يا دلي، انا شايف ان الحكايه ابتدت تتعقد يا سعد بيه. بالعكس يا عبيد، ابتدت تحلو. يا بيه يا ابني ولا نجرب. تكبرني ان شاء الله. يسلم لعيونك حبيبي، انت حياتي تسلم. مش كده عيني هو انت يبعت لك حمى تسلقك سلق ان شاء الله. وحمى اف لا حمى ولا عدمي، انا بنشرب سجاير بتمم عليكم. استغفر الله العظيم، ريحتك حلوه الله يخرب بيت امك. الورد جميل لكن الصفح أجمل. صباح الفل حمد. أهديك هذا الورد لكي يتعبد عني في محراب جمالك حمد. إلى أجمل من في الدار، أم العيون ذات الأسرار حمد. الشاي الكشري يا بنات. أها شاي. أها تسلمي الزيتون. الزيتون أها. اديني احنا امبارح كنا عصبيين شويه وظلمنا حمدي، مش كده والنبي؟ فعلا ده باين عليه جنتلمان قوي. ده النهارده الصبح بعت لي سبت ورد. انا كنت فاكره انه بعت لي انا بس. وانت كمان جالك ورد يا شوشو؟ ايه، وبعت لي معاه كلمه رقيقه. اسمعي شو كاتب لي. تقبريني يا حياه قلبي يا روحي، تقبريني ان شاء الله. اشمعنى احنا ما بعت لناش ولا سبت سجل حتى؟ لو عارف احنا مين هيبعت لنا سبت جزم قديم. ياه ده انا اتاخرت قوي على الكليه. يلا بقى. لا انا مش هروح، اصلي تعبانه شويه. انت حره. باي باي. باي.